السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 13/3/2020 وبنتكلم مرة أخرى عن فيروس الكورونا المستجد أو COVID-19، لأنه في مستجدات كثيرة حابب أشارككم فيها. بداية، أنا مع الاطمئنان وكنت دائما بطمن، ولكن كنت دائما بقول إنه هاي المعلومات بناء على اللي بنعرفه الآن وحتى هذه اللحظة، لأنه مع متغيرات الأمور تتغير النصائح. وأنا كنت ولا زلت ضد الخوف والقلق، لأن الخوف والقلق من الشيطان ويضعف مناعة الإنسان، ولكن أنا مع الحرص والفطنة، وجاء الوقت الآن أن احنا نكون أكثر حرصاً وأكثر فطنة، لأنه في متغيرات كبيرة على مستوى العالم. هاي المتغيرات على سبيل المثال، في الأسبوعين الأخرانيين تضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم أكثر من 13 مرة، أصبح المرض منتشر في 118 دولة وبتتزايد، أصبح من الثابت وجود انتشار أفقي، يعني ما عادتش الحالات تيجي فقط من الصين، أصبحت تنتشر داخل المجتمعات. هاي المتغيرات كلها أدت إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مش بس حالة الوباء، استخدمت مصطلح بانديميك يعني جائحة. طبعا هذا له ما له، غير نظرتنا إلى الموضوع تماما، وبالتالي اليوم حتسمعوا صوت مختلف وكلام مختلف عن الفيروس. من الأشياء اللي صارت أيضا خلال الأيام الأخيرة، دولة بحجم إيطاليا وثقلها السياسي والاقتصادي اضطرت إنها تتجه نحو الإغلاق الكامل. وصلت معهم المرحلة إنه ما عادوا يدخلوا كل المرضى على المستشفى، وصاروا يدخلوا فقط من يرجى برؤه، وهذه حالة مأساوية لأنه النظام الصحي ما عاد يتحمل عدد الحالات. أمريكا أوقفت رحلاتها تماما مع أوروبا. ثلاث ولايات حتى هاي اللحظة أعلنت حالة الطوارئ: أوهايو، سياتل، ونيويورك. كندا زوجة رئيس الحكومة أصيبت بالفيروس، ورئيس الحكومة قرر أنه يعزل نفسه. أستراليا وزير الداخلية أصيب بالفيروس. الموضوع يا جماعة قاعد بتغير، واللي مش ناوي يكمل معانا الفيديو لنهايته، عندي ثلاث وصايا. الوصية الأولى: إيقاف السفر تماما، ما في داعي أي حد يسافر، واللي مسافر يا حبذا أنه يضل في المكان اللي هو فيه قبل ما يرجع على مكان الإقامة، وإذا اضطر أنه يرجع على مكان الإقامة يعزل نفسه مباشرة. هذا واحد. اثنين: إلزموا منازلكم. من اليوم الكل يلزم بيته قدر الإمكان. طبعا إحنا في عالمنا العربي يمكن الوضع يختلف شوي، لأنه عندنا عائلات كبيرة ساكنة في بناية واحدة أو مثلا في سور واحد. حاولوا أنه عدد التجمهر ما يزيد عن 50 شخص، حاولوا أنكم ما تطلعوا لبرا ولا تدخلوا حد غريب عليكم من برا. وححط لكم في نهاية هذا الفيديو الممارسة الصحيحة للحجر الصحي المنزلي، مقتبسة من وزارة الصحة الإماراتية. ثلاثة: اللي بيحس حاله مريض يعزل نفسه عن بقية أفراد الأسرة في غرفة لحاله، ويستخدم حمام لحاله إن أمكن، ما قدر يبعد عنهم مسافة مترين ويكون حاطط كمامة. وطبعا اللي بيحس حاله تعبان كتير كتير يحط كمامة ويتوجه إلى المستشفى مباشرة. طيب، إيش المتغير اللي صار معانا حقيقة خلال الأسبوعين الماضيات اللي أدى لكل هذا التغيير الكبير في نظرتنا للفيروس؟ هو الزيادة المضطردة للفيروس، وبدي أشرح لكم إياها عشان تفهموا بالضبط إيش بنقصد. في 6/1 كان عندنا 174 حالة خارج الصين. أنا تركيزي حيكون عن الدول اللي خارج الصين، لأن الصين أصبحت بؤرة مغلقة تقريبا وبدأت تتعافى. في تاريخ 6/2 ارتفع العدد إلى 285. في تاريخ 13/2 ارتفع العدد إلى 587. في تاريخ 21/2 ارتفع العدد إلى 1385. في تاريخ 28/2 ارتفع إلى 4651. ثم بتاريخ 21 بتاريخ 6/3 ارتفع العدد إلى 21,000 وزيادة. لو بتلاحظوا المنحنى مش جاي بهاي الطريقة، لأنه لو جاي بهاي الطريقة كان استطاعت معظم الدول إنها تتعامل معه، ولكن المنحنى جاي بهاي الطريقة. وبالتالي لما عملوا حسبة الأرقام وجدوا إنه العدد قاعد بتضاعف ضرب 10 كل أسبوعين، أو بمعدل 15-20% بشكل يومي. هذه الزيادة المضطردة فيها خطر كبير، وعشان أشرح لكم إياها بطريقة مفصلة أكثر، شوفوا معي هاي المعادلة. عدد الحالات غدا يساوي بكل بساطة عدد الحالات اليوم ضرب 1.15. إحنا كنا بنحكي إنه بيصير تزايد 15% في اليوم، وهو أحيانا بيكون أكثر من هيك.
هذا ال 15% من وين جاية؟ هي عدد الأشخاص المخالطين للمصاب ضرب احتمالية الإصابة. وبالتالي العقل والمنطق بيقول عشان إحنا ننزل العدد اللي بده يكون بكرة، ما بنقدر نغير عدد الحالات اليوم، ولكن نقدر نغير هذا الرقم إنه نخليه يساوي 1 أو ننزله عن 1. كيف نسوي هذا الإشي؟ نقلل عدد الأشخاص المخالطين، وهنا يأتي دور إلزموا بيوتكم، العزل داخل المنازل. وكيف بنقلل احتمالية الإصابة؟ عن طريق الإكثار من غسل اليدين، وغسل اليدين بيكون 40 ثانية بالمية والصابون، أو بده يكون بالكحول لفترة لا تقل عن 20 ثانية. الآن إذا بدنا نرجع نطلع على السبورة مرة ثانية، أعطيكم فقط مثال محلي، حتى هاي اللحظة في دولة الإمارات إحنا عندنا 85 حالة. إذا ما تصرفنا صح بناء على الأشياء اللي تكلمنا عليها، هذا الرقم راح يتحول إلى 850 خلال أسبوعين، وإذا ما تصرفنا صح خلال أسبوعين حيتحول إلى رقم كارثي وهو 8500. يا جماعة الخير، هذه مش مجرد لعبة أرقام. الدول اللي أخذت الموضوع باستهانة مثل إيطاليا الآن أصبح فيها انفجار كبير، الدول اللي أخذت الموضوع باستهانة مثل إيران صار فيها انفجار كبير، الدول اللي أخذت الموضوع بجدية مجرد ملاحظة الانتشار الأفقي مثل الصين وكوريا الآن بعد تقريبا فترة شهرين استطاعوا أنهم يسيطروا على المرض، وبدل ما بيفتحوا المستشفيات قاعدين بيغلقوا المستشفيات. الوضع اختلف، بيختلف طبعا الوضع من دولة عربية إلى أخرى، ولكن أي دولة حصل فيها انتشار أفقي، وهذا يشمل كل دول الخليج حاليا وعدد كبير من الدول العربية، يجب أن تتخذ الإجراءات اللي أنا حكيتها. وبدي أخذكم على المنحنى الأخير هناك تشوفوه. إذا استمر التزايد على هذا المنوال بنفس النسبة اللي تكلمنا فيها، فبحلول تاريخ 9/5 حيكون عندنا 100 مليون بني آدم مصاب، وبنهاية شهر 5 العدد قد يصل بدون أي مبالغة إن لم يرحمنا الله عز وجل برحمته إلى مليار بني آدم. المليار بني آدم هدول إيش معناه؟ إحنا حاليا بنقول نسبة الوفيات حوالي 3%، يعني 30 مليون وفاة، يعني أكثر من حرب عالمية ثالثة. يعني إذا 15% بيحتاج يدخل المستشفيات، إحنا محتاجين 150 مليون سرير، هذا فوق الطاقة الاستيعابية لكل مستشفيات العالم. فالخطر ليس فقط في الموت، الخطر أيضا هو في الاستهلاك والضغط اللي حيكون على القطاع الصحي، هذا في الدول المتطورة، فما بالكم في الدول الفقيرة واللي حالتها الاجتماعية صعبة. الأرقام حتكون خيالية والمأساة حتكون أكبر مما نتخيل. هشارككم بعض السلايدات اللي ظهرت مؤخرا على النت واشرح لكم إياها. فواقع الأمر هذا بناء على الأرقام اللي كانت بتاريخ 9/3، حوالي 80% من الناس حالتهم بتكون بسيطة، 13.8 بيكون حالتهم شديدة تتطلب مستشفيات، و 4.7 بيحتاجوا عناية مركزة، يعني تقريبا 15 إلى 16% بيحتاجوا يكونوا داخل المستشفيات. لما نطلع على نسب الوفاة لحد ما نوصل لسن 49، نسب الوفاة ضئيلة، يعني 1 من 500، 1 من 250، وهي تقارب الأمراض الفيروسية والالتهابية الشديدة الأخرى. الخطر الحقيقي بيبدأ بعد سن 50، وبالذات بعد سن 60، لأنه الوفيات بتكون بين من 3.6 إلى 14.8، بمعنى من سن 60 وفوق بتكون احتمالية الوفاة 1 من 27 إلى 1 من 6 أشخاص لا سمح الله، وهذا ممكن يكون جدي وجدك وأبويا وأبوك لا سمح الله. معظم اللي بتوفوا عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، سكري، أمراض رئوية مزمنة، عندهم مشاكل في الضغط، عندهم سرطان، وفقط أقل من 1% تعرضوا للوفاة من الناس الأصحاء. عندما طلعت هاي السلايدات بتاريخ 9/3 كان الكورونا فيروس يقع في وسط هاي الرسمة. هاي الرسمة تمثل عدد الحالات اليومية من الوفاة بسبب الأمراض المختلفة. فمثلا مرض إيبولا الخطير كان بيموت 5.3 في اليوم، الميرس كان بيموت 2.3، حاليا في يومنا الحالي 3000 بني آدم بيموت بالدرن، حوالي 2000 بالتهابات الرئوية العادية. فاللي بنظر إلى هاي الصورة ممكن يسيبه نوع من الاطمئنان، ولكن حقيقة الأمر إنه ارجعوا أسبوعين لورا الكوفيد كان هنا، وإذا انتظرنا أسبوعين لقدام بدون أي تغيير الكوفيد راح يكون هان، وخلال شهرين بدون أي شك الكوفيد راح يكون هان. فمرة أخرى يا جماعة الخير،
بأكد على أهمية إن إحنا نأخذ الموضوع بجدية. الدول اللي استهانت فيه تتندم الآن على استهانتها، والدول اللي أخذت الموضوع بجدية استطاعت أن تنتصر عليه. أنا بأخذ الموضوع حتى من جانب شرعي، إلى أن تصدر قرارات من حكوماتكم تتناسب مع وضع دولكم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. هناك مسؤولية شخصية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث آخر يقول: لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الشرعية بأنه دفع الضرر أولى من جلب منفعة. كثير ناس بدهم يطلعوا من بيوتهم، بدهم يسعوا وراء شغلهم، بدهم يطلعوا يغيروا جو، هذا كله منفعة، ولكن في الوقت الحالي دفع الضرر أولى من جلب المنفعة. فأعود وأكرر على نصائحي الثلاثة: إلزموا بيوتكم، وكمان شوي مثل ما وعدتكم حأعطيكم دقيقة تشرح لكم كيف نلزم بيوتنا بالطريقة الصحية. امتنعوا عن السفر، والشخص المريض يعزل نفسه عن بقية أفراد الأسرة وما يروح على المستشفى إلا لما يكون الحالة شديدة. إذا مارسنا هذا الشيء، الناس اللي عندها الفيروس راح يصير معها شيء من شيئين: إما حيموت الفيروس فيهم بدون ما يسبب لهم مشاكل ولا ينتشر في المجتمع، أو إذا مرضوا بيروحوا على المستشفى، ولكن الفارق إنهم قبل ما يروحوا للمستشفى ما عدوا غيرهم، لأنه معظم العدوى الآن تحصل من ناس حاملين للمرض وما عليهم أي أعراض. وهنا تأتي فكرة العزل المنزلي. أختم بالقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء، فادعوا لأنفسكم وللبشرية جمعاء. للبشرية الجمعاء، مش تدعي لدينك وفئتك فقط. تذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعي للجميع، ولو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود، ولو سيدنا عيسى موجود، لدعوا للبشرية جمعاء، ولو كان في إيديهم دواء لوزعوه على البشر جميعا بالتساوي. فافتحوا صدوركم، فكروا في البشرية جميعا كإخوة وأخوات، وادعوا للجميع. أخيرا، الناس المتفائلة بالصيف وبدها تنتظر الصيف، أتمنى أن الصيف يكون حل، ولكن من تجاربنا السابقة مع الكورونا في الميرس كورونا والسارس استمرت في الانتشار في فترة الصيف للأسف. وبالتالي الحل في إيديكم بشكل شخصي: العزل المنزلي، العزل المنزلي. وأنا شخصيا رح أبدأ العزل المنزلي مع أسرتي من اليوم إن شاء الله. يعطيكم العافية، ونسأل الله عز وجل السلام لكم ولنا. حجر الصحي المنزلي. توقع البقاء في الحجر الصحي المنزلي لما لا يقل عن 7 إلى 14 يوم. حاول الحصول على إمداد لمدة أسبوعين من المواد الغذائية غير القابلة للتلف في المخزن. توفير كميات كافية من المحارم والمناديل المضادة للبكتيريا التي يمكن التخلص منها والقفازات. التأكد من أن طقم الإسعافات الأولية الخاص بك يتضمن مقياس حرارة وخافضات حرارة. التأكد من حصولك على ما يكفي من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتاج إلى أن تستمر أسبوعاً. التحدث مع الأصدقاء والأقارب الذين لا يعيشون معك حول دعم بعضهم البعض. ستجد أنه من الأسهل التعامل مع الحجر الصحي إذا كنت مستعداً لاحتماله. ودمتم سالمين.